هذا سائل يقول: في بلادنا عالم يقول في بلادنا عالم سلفي يقول القبطي الذي يقول المسيح ابن الله يكفر. يقول القبطي الذي يقول المسيح ابن الله يكفر بلا شك. أما المسلم الذي يشهد الشهادتين إذا قال المسيح ابن الله فلا يحكم بكفره عينا حتى تقوم عليه الحجة وحتى تتوفر الشروط وتنتفي الموانع، فما قولكم؟ هذا الحين داعية ويزعم أنه عالم ويقول هالكلام هذا ويقول أنه يحتاج إلى من يبينه. يبين العالم، يبين المتعلم، ما هو بحاجة، لكن لو بين له ما قبل، لأن الشيطان يلبس عليه ويزيد. هذا كلام باطل، لا يجوز أن يقال هذا، ولا يتساهل في الشرك ووسائله، ولا نستمع إلى قول فلان وعلان، إنما نستمع إلى من يقول قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.